دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله الفيل الزين يرافق خطوتكم. البداية مع برج الحمل، شوية مضايقات لكن ما تخافش، راهو منا لآخر النهار تتغير أحوالكم للأفضل. خطوة ثابتة إيجابية، راهو المستقبل يوعدك برشا خير. نحكيو على الفلوس، فما المبالغ المالية. الثور، خليك حاسم في بعض الأمور، خوذ قراراتك يا ثور. الجوزاء، تتحسن الظروف والفلوس زادة إن شاء الله، راهي باش تنور الجيب. برشا طاقة، عندك حيوية يا جوزاء، أخبار إيجابية وسعادة من نصيبكم. السرطان، راك تعيش الراحة، فما استقرار والفلك يحكي على تغييرات مهنية راهي تتحل قدامك ببين رزق جديد. الأسد، راك تعيش نهاير ممتاز والهدية الحمد لله باش تكون من نصيبكم. العذراء، يوم ممتاز ماديا، تتنظم أمورك ومدخولك يزيد. وكان على الميزان، خطوة جديدة نفرح لك، هي فرحة من القلب. مهنيا راهو عندك نجاحات، عاطفيا زادة باش تتغير الأحوال للأفضل. واليوم بالذات برج العقرب، حاول تلوج على حلول واقعية في ظل هنهير ضغط شوية. القوس، راهي تتسهل أمورك، الدعم الحمد لله موجود، أخبار سارة، عندك انفراجات مهمة في الطريق. والجدي، رد بالك، يفضلك لتغامر، نحبك تركز أمورك ونجاح الأكيد باش يكون حليفكم. الدلو، راهي تتسهل برشا حاجات الحمد لله، كيف ما حكينا راهو طريق مسهل ولا خوف عليه. ونختموا مع برج الحوت، أخبار سارة، فما مساعدات ممتازة، عندك الفرحة، عندك أخبار راهي باش تخليك طاير تيران، راهو فما تجربة جديدة، هوني نحكيو على تجربة مهنية، راهي أيامات الخير إن شاء الله يا ربي تكون موجودة. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.